كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا إن شاء الله صينية الرقاق الاقتصادية من بواقي التلاجة. صينية الرقاق الجميلة التحفة ديت اللي حضراتكم شايفينها دي من بواقي التلاجة، وما كلفتنيش حاجة خالص، كل البواقي اللي عندي حطيتها فيها. وشوف الطريقة وإن شاء الله تعجبكم، تبقى حلوة قوي للعزومات، تتحط في السفرة شيك، وكمان تنفع كوجبة للسحور أو في الأيام العادية وجبة للعشاء أو كوجبة مساعدة جنب أي حاجة في الغداء. أتمنى إن شاء الله إن حضراتكم تشوفوها وجربوها وتعجبكم. أول حاجة بيبقى عندك اللي هو الرقاق اللي هو الطري ده، سهل جدا ده في العمايل ومتوفر. عايز تعمليه في البيت برضو هي طريقته سهلة، لما كانش كده هوت انت ممكن بتجيبيه جاهز متوفر جدا. يعني دولت هيبقوا 8 ورقات رقاق طري وكوباية لبن وبيضة، دولت برضو تقدري تستغني عنهم وتعوضي بس بكوباية شوربة، وشوربة عشان خاطر بتطري بيها الرقاق، واي حاجة عندك بقى من بواقي التلاجة. وطبعا ده بيبقى موجود ومتوفر جدا في السوبر ماركت ورخيص جدا، اللي هي سلطة اللي هي الفاهيتا دي، ومع ميكس جبن مع زيتون مع بيفي مع لانشون وجبنة قريش وسمنة سايحة وملح وفلفل اسود، ودي جبنة تركي، واحدتين جبنة تركي عندي في التلاجة برضو بشرتهم وجهزتهم، واحدتين عصاج عندي. هتوكل على الله بقى ونشتغل ونشوف هنعملها ازاي. طبعا مش هتضيع ولا هتكلفنا حاجة، سهلة جدا. بنحط 4 ورقات بسم الله الرقاق الطري ده تحت، و4 ورقات في الحشوه، وبعد كده بنحط الحشوه، بعد كده نحط اول حاجه بجيبه بحط شوربه، لازم تطري حتى لو هو طري، لازم يا جماعه احنا نعمله بالشوربه عشان بيطرب ويبقى طعمه احلى ويبقى مظبوط معايا. بسم الله هو هنشوفه كمان بيبقى جميل ازاي. اهو بحاول افرج حضراتكم واحده عشان تشوفوه اهي. تمام، كمية شوربة كفاية. لو ما عندكيش شوربة موجودة او مرقة، يعني ممكن اللي هي مكعبات اللي هي المرق ديت انت بتعمليها وتحطي عليها تشتغلي بيها عادي. تمام، اجي كده حطيت المرقة اهي بسم الله، وبعدين بجيب اللي هي الزبدة السايحة. الحاجات دي يا جماعة اهم حاجة بصراحة فيها بيديها طعم، يا اما زبدة بلدي يا اما سمنة فلاحي، الحاجات البلدي بتديها طعم حلو. لو ما كانش متوفرة يعني الحاجات ديت مش موجودة ماشي، برضو اللي هي السمنة النباتي برضو بتشتغل. تمام اهي، وهجهز بقى زي ما احنا شايفين كده، واحط برضو الورقة التانية بسم الله الرحمن الرحيم لحد ما نوصل ما تركيش يعني ما يمكيش الحجم، مش هيبقى حاجة يعني. تمام اهو يا جماعة، بصوا ادي كده خلصت 4 ورقات تحت هما، وهبدأ بقى اضيف الحشو. حطيت برضو ملح شوربه برضو وزبده اهي، وطريتها شويه، وهبدا اضيف كل انواع الحشوات اللي عندي بسم الله الرحمن الرحيم من اي حاجه زي ما بقول من بواقي الثلاجه، مش ضروري كل حاجه لحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، عارفين احنا اللي هو اللي هي الفاهيته دي بتبقى متوفره ورخيصه على فكره اهي، ميكس الجبن ده بسم الله. بصوا ديت لوحدها على فكره تجيب 10 جنيه بس، مش غاليه يعني. تمام، اي بقى جبن عندي اهي، عندي حبتين عصاب كده اهوت هضيفهم، ما كانش هي الموضوع كده. تمام اهو جبنه مبشوره، حطين جبنه مبشوره برضو هحطها. ما عندكيش برضو اللي هو بصوا الحشوه اللي انا حطيتها الاول دول اهما. تمام اوي بسم الله اهو، انا كده خلصت اهو الدنيات. في كمان عندك جبنة قريش، كل الحاجات ديت اي حاجة عندك في بواقي التلاجة ممكن تشغليها اهي. احطها انا اصلا بس الجبنة القريش تكوني مصفياها من المية كويس قوي، دي على فكرة بتدي طراوة وطعمها حلو قوي، ولو عايزة تستغني عنها خلاص، هي زي ما قلت اللي هي الحشوة الاولانية اللي انا حطيتها هي كفاية، وكل الحاجات ديت تعتبر زيادات. تمام بسم الله، خلاص كده ابدأ بقى اضيف بقى الاربعة اللي فوق بسم الله، زي ما ما بدأنا بالظبط. بسم الله اهو، برضو احط شوربة، انا هفرج حضراتكم برضو واحدة واكمل الباقيين ان شاء الله ونرجع. بسم الله اهي،
طريها برضو بالشوربه، حطش كميه شوربه كفايه، ما تخليهاش يعني ايه تبقى ناشفه منك. بسم الله اهي. وبعدين اهي حطيت الشوربه كمان. سهل على فكره، هتلاقي نفسك مفيش ربع ساعه مخلصه صينيه الرقاق ديت، وحلوه قوي في العزومات، وحلوه قوي طبعا لو ان احنا طبعا زهقنا من الاكل، هتتحط طبعا كطبق مساعد، وتتحط برده في العشاء لان احنا شايفين اهي، او في السحور طبعا. كل سنه وانتم طيبين طبعا في رمضان، وفي الايام العاديه ممكن تعمليها في العشاء. بسم الله. اكمل بقى ايه الكميه بتاعتي اهي، هكمل الورقه اهي الثانيه ايه، وان شاء الله ايه نرجع. واهو يا جماعه واجيني اهو، خلصت اخر ورقه اهي، وبرده بس ايه بسقيها بالشوربه كويس قوي اهي الاولانيه دي تمام. عايز في بقى خطوتين مهمين قوي لازم ايه اشوف تشوفوهم ايه مع بعض ان شاء الله دلوقتي، مهمين جدا جدا ويفرقوا كتير طبعا. واهم حاجه بسم الله الرحمن الرحيم ان انا بسم الله اقطعها الاول قبل ما احطها في الفرن تمام. بسم الله. التقطيعه اللي انت حبيها، عايزه تقطعيها مربعات زي ما انا بعملها كده اهو زي الفطير العادي تمام، عايزه انك انت تقطعيها مثلثات زي البيتزا تمام برضه، التقطيعه اللي حضراتكم بتحبوها. بسم الله. لازم يا جماعه تقطعها قبل ما نحطها في الفرن، التقطيعه على حسب زي ما انت عايزه زي ما بقول. بسم الله اهي. بصوا بسم الله اهي. وبرده القطعه اللي انت حباها زي ما انت حابه، عايزه تكبري عايزه تصغري برضو ايه حسب الرغبة. بسم الله. سهلة جدا ولذيذة قوي على فكرة، وخفيفة اخف طبعا، مش كل حاجة زي ما بقول لحمة، واللحمة دلوقتي برضو غالية، وغير كده برضو هتبقى تقيلة لو ان انا حطيتها برضو في العشاء لو هي معمولة بالعصاج تمام. انا كده خلصت، هشوف بقى ايه الخطوة المهمة اللي فاضلة، أهم خطوة هي دي. بجيب يا جماعة إيه، هو التليفون فصل مني، بس هي الخطوة ديت معروفة إن أنا بجيب اللي هو اللبن وبيض وأضربهم على بعض وبحطهم على الجلاش بتاعي وعلى الفطير بتاعي تمام، على الرقاق بتاعي، وبسيبها ربع ساعة عشان إيه تتشرب زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. لازم اسيبها حوالي ربع ساعة. انا حطيت كده هو الضفت اللي هي البيضة باللبن، ضربتهم على بعضهم وحطيتهم فوق الوش، وهحط سمنة طبعا تاني، وبسيبها ربع ساعة، وبعد كده احطها في الفرن يكون على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني، ولو هو طبعا في شواية بيبقى افضل طبعا، بشغل الشواية وبشغل من تحت حوالي ربع ساعة بالكتير قوي، هتلاقيها ان شاء الله احمرت او اول ما تحمر معاكي على حسب الفرن. وهشوفها بقى ان شاء الله ايه ساعة ما ايه تشرب خالص وتطرى. بصوا بدأت تطرى ازاي، ولسه كمان هتطرى كمان تاني، هنشوفها ايه مع بعض. بس يا جماعة كمان الخطوة دي انا لقيت عندي كمان حتة قشطة اللي هي وش اللبن، فروحت حطيتها فوق الوش كده اللي هو من وش اللبن اهي، وهحطها بقى ايه في الفرن. بصوا هي طريت معايا ازاي اهي، ولو عندك قشطة اللي هي بتاعت وش اللبن تحطيها قبل ما تحطيها في الفرن ايه على طول. بسم الله اهي. حطها بقى ايه ان شاء الله في الفرن. بصوا حضراتكم طريت اهي معايا ازاي. بصوا انا عايزه اوري حضراتكم الجناب. بصوا اهي تمام. بصوا دخل الحاجات دي، ممكن انا ادخلها كده اهو زي ما احنا شايفين، لو في اي حروف عندي المها لتحت كده اهي اهي، هدخلها كده زي ما احنا شايفين اهي بس، وحطها بقى ايه في الفرن ونشوفها ان شاء الله ايه لما تطلع اهي. حضراتكم حبيت افرجها لحضراتكم، دي لسه خارجه دلوقتي اهوت من الفرن حالا. بصوا حضراتكم طريه جدا، وعاشه وش كده اهوت مقمش شويه. لو ان انا عايزاها الوش ده يبقى طري اغطيها، بس اغطيها ايه يعني مش بحاجه عشان ما تعرقش، لا بفوطه نظيفه بحته نظيفه عشان تتنفس
تمام، عشان لو انا غطيتها بغطا او بحاجه مكتومه هتعرق ومش هتبقى حلوه، لكن حبيت اغطيها بفوطه نظيفه او اسيبها كده اهوت، هتبقى جميله جدا، هتبقى بس مقرمشه حاجه بسيطه من جوه من بره، وتبقى طريه قوي من جوه. بصوا حضراتكم جميله جدا، اتمنى ان شاء الله ان حضراتكم ايه تعجبكم وان حضراتكم تجربوها. ديت صينيه الرقاق الاقتصاديه من بواقي الثلاجه، عندك اي حاجه هتحطيها جوه، وانت لو حطيتيها عندك في العزومه بالشكل دوت مفيش احد ابدا هيصدق ان جيت من جوه محشيه بواقي الثلاجه، وطعمها جميل جدا وخفيفه جدا. وكل سنه وحضراتكم طيبين والهنا والشفا وصحه وعافيه على قلبكم. واذا كانت عجبتكم الوصفه ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.